انا عصام محمد فتحي. انا عصام فتحي، اهلا بيك. انا ابني ما عنديش غيره اسلام ده 20 سنه. ايوه، معاه دبلوم سياحه وفنادق. جاي من شغله من الكافيه من عبد الحميد بدوي ورا نادي الشمس. هو راجع من جس السويس، فطبعا اسم عين شمس ضربوه عند دولفين. عند دولفين بعيد عن الاسم خالص، ضربوه طلقه في دماغه ومخه طلع من ورا. رحت جبت من المستشفى، رحنا عشان نجيب الجثه. اتضرب علينا نار. اتضرب علينا نار فين حته يا حاج؟ في جس السويس بعد ابو غزاله. تمام. عند اسم عين شمس. المطالب يا حاج بقى، مطالبك ايه دلوقتي؟ مطالب القصاص والعدل بتاع ربنا، وكل الناس دي تتعدم. الناس دي عايشه ليه لغايه دلوقتي؟ تمام. الناس دي كلها تتعدم. سرعه المحاكمه، سرعه العادل. أيوة. ياخد مجراه بس بسرعه، ومع بسرعه بسرعه. ايوه بسرعه. احنا بنقول احنا عايزين حق عيالنا. بالظبط كده، بدم الدم. دم الدم. احنا بنقول القضاء العادل ياخد مجراه، دم الدم حق اولادنا. ايوه صح.